من هناك. سي هشام مساء الخير. مساء الخير، مرحبا وتحية كبيرة لكم جميعا والأخ هشام الإدريسي المدرب الصديق الأنيق، تحياتي. إذن المنتخب الوطني الرديف سي هشام هو أقوى هجوم في البطولة وأيضا من بين أقوى دفاعات بكأس العرب، ضمن التأهل مبكرا للدور القادم، منتخب مرشح فوق العادة بالفوز بهذا اللقب، ما هي قراءتك التقنية لظهور العناصر الوطنية ضمن هذه المسابقة؟ صديقي العزيز، الفرحة عارمة صراحة في الدوحة، هناك اطمئنان الانتصار والأداء للمنتخب المغربي تخليك تحلم حقيقيا وفنيا. تنعرف بأن هناك حسن الاختيار، توظيف اللاعبين والمتابعة ديالهم تعطينا خليط واحد المزيج جميل جدا للاعبين، وهذا هو اللي اعطانا احنا كمتتبعين رياضيين وكمدربين قريبين، لان هناك هوية مغربية ديال الوان تاتش ديال، هذه مهمة جدا. نعم. شفنا هناك تحرك بدون كرة وهذه مهمة ايضا، كان لاعب شاليس شراسة بعد ضياع الكرة، وهذا تعطيك توازن الخطوط، ومن تعطيك توازن الخطوط فتعطيك مدرب جد جد منتخب جد محترم، لان تكتيكي عرفنا دائما كانت الكثره العدديه هجوميا، وعند ضياع الكره من وراء الكره فتلقوا دائما لاعبين المغاربه حاضرين، وهذا هو اللي اعطانا اللمسه. يلعب حاجه بسيطه جدا، هناك بعض خطوات التسريع في التمرير والتسرع في اتخاذ القرار لا اقل ولا اكثر، اما كهويه للفريق أو كالمنتخب المغربي هنا في قطر وبالذات المتتبعين والنقاد يبلغون الملأ الحسن، فصراحة